بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده انا عايز اتكلم معاكم على موضوع مهم جدا 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 بالنسبه للطلبه، وخاصه في ماده الفيزياء. انا طبعا حطيت السؤال ده على صفحه على الفيس وسالت الناس، مين فيكم لما بيذاكر ماده معينه وخاصه الفيزياء بعد ما بيخلص مذاكره ويقفل المذكره بيلاقي نفسه نسي كل حاجه؟ طبعا تقريبا كل الناس طلع عندها المشكله ديت، او اغلب الناس عندها المشكله ان هو بعد ما بيخلص مذاكره بيلاقي نفسه كل اللي هو ذاكره نسيه. طيب هل مفيش حل للمشكله ديت؟ لا طبعا لها حل، ودي اصلا مش مشكله، هي المشكله في طريقتك اللي هي مش الطريقه الصحيحه في مذاكره المواد. خلينا اتفق معاك ان انت لو انت مفكر ان انت بعد ما تقفل الماده وبعد ما تقفل الكتاب او المذكره اللي انت بتذاكر منها هتكون حافظ المنهج، ده لو انت عامل كده وطلعت فعلا حافظ المنهج يبقى انت برنس. ممكن لو احمد زويل ولا حاجه الله يرحمه قابلك في الطريق هيسلم عليك. طب ليه؟ لان مش معقول انت عندك 6 مناهج، كل منهج فيهم يجي 5 6 كتب خارجيه وكتاب مدرسي ومسائل، مش معقول ان انت هيكون عندك المقدره ان انت تحفظ ده كله. لكن مش هي دي طريقه المذاكره، مش طريقه المذاكره ان انا اكون حافظ كل حاجه. طريقه المذاكره ان انا اكون فاهم بطريقه معينه اقدر من خلالها احفظ المنهج بصوره كويسه. بمعنى خلوني اتكلم على 4 حاجات. اولا الفهم والتساهل. الفهم والتساهل في مكانين، المكان الاول في الدرس او في المدرسه، طبعا مفيش مدرسه فاحنا بنتكلم على الدرس. تاني حاجه في البيت وانت بتذاكر مع نفسك. انا هديكم مثال، انا دلوقتي قاعد في الدرس، الاستاذ بيشرح او المستر بيشرح او الباشمهندس بيشرح على السبوره موضوع معين، وهو بيشرح انا عمال اكتب، عمال اعمل ملحوظات. طب وبعدين بعد ما خلص الدرس خدت بعضي ومشيت؟ لا، مش ده المطلوب. المطلوب منك وانت قاعد في قلب الحصه اي حاجه تشيلها على السبوره تفكر ليه، طب ليه ما ينفعش كذا، طب هو ما ينفعش اقولها بطريقه ثانيه، طب ما ينفعش مثلا الموضوع ده مش ان نقول مثلا ان هو تعريفه كذا، طب ما ينفعش الكلام اللي قاله الراجل ده غلط اصلا. فانت تبتدي دماغك طول ما انت عماله تشتغل عماله تسال تسال تسال. طبعا مش بتسال نفسك، لو في امكانيه، لو المستر اللي قدامك بيستقبل اسئله صح او ما بيزهقش من الاسئله ابتدي اسال، قول له يا مستر حضرتك قلت الطريقه ديت ما ينفعش حلها بالطريقه كذا. شوف هو هيقول لك ايه. ليه بقى؟ لو المستر حل على السبوره بطريقه معينه وانت كان في دماغك طريقه ثانيه وجات لك المساله في الامتحان تحل بانهي طريقه؟ طريقه المستر صح؟ طب ما ممكن طريقه المستر ما تنفعش في المساله اللي جات لك في الامتحان، يمكن طريقتك انت هي اللي تنفع في المساله اللي جات لك في الامتحان. وبالتالي مطلوب منك ان اي سؤال يجي في ذهنك حاجه من اتنين، تساله للمستر لو المستر بتاعك بيحب الاسئله، وطبعا انا من النوعيه اللي بحب الاسئله جدا جدا جدا. تاني حاجه ان انت لو المستر بتاعك ما بيحبش الاسئله تشوف واحد زميلك تقول له ايه رايك في الطريقه ديت؟ شوف واحد واثنين وثلاثة، لأن زميلك مش مقياس، ممكن زميلك يجاوبك سؤال وإجابته غلط أصلاً، فأنت تشوف واحد واثنين وثلاثة، ممكن تروح لمدرس تاني وتسأله، فالمهم تحاول تتصرف، بس في الغالب طول ما أنت قاعد في الدرس ليه؟ وما ينفعش نعمل كذا؟ طب ما فيش طريقة تانية؟ طب الكلام ده ما يبقاش صح لو قلته مثلاً كذا؟ تحاول طول ما أنت قاعد عمال تسأل نفسك، لما أروح البيت بيبقى معاك وقت أكتر إن أنت تفكر أثناء الشرح، يمكن مش هيبقى عندك الوقت كتير إن أنت تتسائل، بس حاول إيه؟ تجرب الموضوع ده مع نفسك. في البيت لما تيجي تذاكر لا كل حاجه تسال فيها بقى، هو التيار الكهربي عباره عن الكترونات؟ طب هي الالكترونات دي جت منين؟ انت بتسال نفسك. التيار الكهربي هو فين من الالكترونات تسريع ولا موصل؟ فما تحفظش التعريف وخلاص، تسال نفسك الالكترونات دي جت منين؟ ولازم تعرف الاجابه. طيب الالكترونات شحنتها سالبه ولا موجبه؟ سالبه. طب هو اللي بيتحرك شحنات سالبه ولا شحنات موجبه؟ تسال نفسك. طب لما يجي يقول لك مثلا قانون اوم للدوائر المغلقه، المقاومه الداخليه، هي المقاومه الداخليه اقصى قيمه لها كام؟ انت بتسال نفسك برضه، ما ينفعش تبقى 10 اوم، طب ليه هي دايما صغيره؟ طبعا الاجابات بقى بتاعت الاسئله ديت لو انت عرفتها هتثبت عندك الماده وتخليها مفهومه بنسبه 100%. التساؤل دايما يا جماعه هو اللي بيخلي الواحد يبقى فاهم الحاجه. فاول حاجه خلي عندك فهم وتساؤل، تاني حاجه كتابه العناوين الرئيسيه لكل درس. احنا بننسى صح؟ فاحنا هنعمل ايه؟ هنجيب كل درس يا جماعه ونعمل له عناوين رئيسيه. انا بحاول بس اوريكم انا بمشي ازاي. ادي ورقه مكتوب فيها ملخص لحوالي نص الفصل الاول، ومعايا ورقه ثانيه مكتوب فيها ملخص بقيه الفصل. فادي الملخص بتاع الفصل الاول. يعني انا لما اجي اذاكر محتاج الورقه دي بس؟ ازاي؟ انا كتبتها لكم على السبوره هنا علشان خاطر الكلام مش هيبقى واضح في الكاميرا هنا. فتعالوا نبص على السبوره كده. انا عايز اراجع الفصل الاول. طب هو اول حاجه في الفصل الاول ايه؟ مش فاكر. طب كان تاني موضوع ايه؟ مش فاكر. وطبعا مش هتفتكر، ولو افتكرت يبقى انت يعني دماغك ما شاء الله 100 100. طب امال الحل ايه؟ الحل ان انت تكون كاتب العناوين الرئيسيه كده. اول حاجه عندي تعريف التيار الكهربي. طبعا انا كحمدي بادئ من تعريف الذره.
حته صغيره كده في الاول. لكن انا افترض ان احنا هنقول اول حاجه عندي تعريف التيار الكهربي، ما هو مكتوب قدامك تعريف التيار الكهربي، عرفه انت بقى، لازم تكون انت فاكر بقى هو فين من الالكترونات تسري عبر موصل. شكرا. تاني حاجه كان اتجاه التيار الكهربي، هو كان كم اتجاه؟ كان اتجاهين، تقليدي وفعلي. طب التقليدي تقوم جاي عامل جنبه كده، بصوا حاجه بسيطه، هو عباره عن حركه شحنات موجبه، ها، من القطب الموجب ها للقطب السالب، بس حفظت التعريف من غير اي حاجه. طب الاتجاه الفعلي هو عباره عن حركه شحنات سالبه، ها، من القطب السالب الى القطب الموجب، خلصت التعريف. طيب العنصر الثالث كان كميه الكهرباء، طب رمزها كان ايه؟ كان كيو. طب وحده قياسها كان كولوم. طب شحنه الالكترونات كانت قيمتها كام؟ شحنه الالكترون الواحد عباره عن 1.16 من 100 في 10 اس 19 كولوم. طب القانون كان بيقول كيو عباره عن عدد الالكترونات في شحنه الالكترون الواحد. طب الرسم البياني، والله العلاقه البيانيه كانت بتقول ان لو هنا الكيو وهنا الان فالعلاقه بينهم علاقه طرديه، لان الاثنين في البسط يبقى العلاقه ما بينهم علاقه طرديه. شفت انا رجعت جزء كبير جدا بمجرد مين؟ كتابه العناوين الرئيسيه. طب تعالى نخش على جزء ثاني، هتلاقي الجزء اللي بعد كده شده التيار الكهربي. اول حاجه يعني ايه شده التيار الكهربي؟ حكيتها لكم انا من خلال المثال بتاع العربيات اللي ماشيه على الطريق. طيب ما يبقى انت تكون حاطط في دماغك مثال تفهم منه يعني ايه شده التيار الكهربي. بعد كده التعريف هو عباره عن ايه؟ كميه الكهرباء اللي ماشيه في السلك في زمن قدر 1 ثانيه. طب القانون او كميه الكهرباء على الزمن. طب ثانيه بعد كده وحدات القياس، امبير كولوم ثانيه. الوحدات المكافاه، الامبير بيكافئ كولوم على ثانيه، الثانيه بتكافئ مش عارف كولوم في امبير، مش تقعد تخلص وحدات المكافاه. بعد كده تعريف وحدات القياس، اعرف الامبير، اعرف الكولوم، اعرف الثانيه، زي ما شرحنا ازاي بيتم تعريفهم. ما معنى ان؟ تبتدي تحط لنفسك اسئله ما معنى ان من القانون. تقول ما معنى ان شده التيار الكهربي المره في موصل بتساوي 3 امبير وتجاوب. ما معنى ان كميه الكهرباء التي تمر في موصل في زمن قدره 3 ثانيه بتساوي 15 كولوم؟ تجاوب. وهكذا تحط لنفسك الاسئله. بعد كده الرسم البياني، الاي مع الكيو طردي، الاي مع التي عكسي، الاي مع واحد على تي طردي، الاي مع واحد على كيو عكسي. وهكذا هتلاقي نفسك خلصت المنهج كله في نص ساعه مراجعه وخلصت بايه؟ من خلال الملخص اللي قدامك ده. يبقى انت كل فصل هتجيب الملخص ده وتحفظه ورقتين بالكتير، هيلخصوا لك الفصل. الفصل الاول فصل كبير فيه موضوعات كتير ولخصته مع ذلك في ورقتين. خلاص؟ هتلخص الورقتين، تروح تحب تراجع تقول جاي فاتح الورقه. اول حاجه اتجاه التيار الكهربي، اتجاه التيار الكهربي كذا. ثاني حاجه مش عارف شده التيار، ثالث حاجه ما معنى، رابع حاجه مش عارف ايه، وتبتدي تخلص الموضوع ده. خلصت المراجعه تبتدي تجيب مسالتين ثلاثه تدرب نفسك وتحل. دي طريقه المذاكره. وهو ده اللي يخليك ما تنساش كده. انا مش زعلان ان انا ناسي، لا انا مش ناسي بالعكس. ليه؟ لانك انت ما فيش حاجه حفزت المعلومه علشان تخرج. انا عايز احفز المعلومه انها تيجي تخرج. احفزها ازاي؟ ادي لها بونت، ادي لها المعلومه الاولى. العنوان الرئيسي هتلاقي نفسك بتقرا اللي تحتيه، عنوان رئيسي وتحتيه عنوان فرعي. لما تعرف ان انت عندك اتجاه تقليدي هتفتكره، لما تعرف ان عندك اتجاه فعلي هتفتكره. وفي الامتحان ما بيجيش يقول لك سمع الفصل الاول، في الامتحان يقول لك ايه؟ عرف الطريق الكهربي. او يجيب لك التعريف ويقول لك اذكر المصطلح العلمي. فده اللي احنا عايزينه، ان يبقى معانا العنوان الرئيسي وان نستخدمه في ايه؟ تذكر المنهج. تالت حاجه كيفيه حل المسائل. اغلب الناس معاه المذكره في مساله، فيعمل ايه حضرته؟ من جاي قاري المساله وقاري الحل. حضرتك يا دوبك تنجح في الامتحان. هقول تاني، واحد عايز يذاكر الفصل الاول فمعاه مذكره فيها اسئله محلوله، الجاي جايب السؤال عندك ثلاث مقاومات وصلت على التوالي ووصلها معاهم بطاريه، يوم جاي بص على المساله في نفس الوقت، يوم جاي ايه؟ قارئ الحل. ده اي بتساوي كذا، يبقى الار بتساوي كذا، اذا المقاومه طلعت كذا، يبقى قارئ الحل. ده اخره ينجح فقط لا غير. طب الحل، اول حاجه على طول اوعى تبص على الاجابه نهائيا ولا تبص على الرقم الاخير حتى. تقوم جاي مداري الاجابه اهو، داريت الاجابه، وبعدين حضرتك هتقوم جاي جايب ورقه فاضيه ومعاك القلم بتاعك، وتقعد تقرا المساله، تحدد المعطيات وتكتب المطلوب على جنب وتمشي بالخطوات بدماغك. طب انا هحل غلط، ده انا لسه مبتدئ المذاكره، حل غلط واغلط. الغلط اللي هتغلطه هنا في البيت هو ده اللي مش هتغلطه في الامتحان. اي غلط ما غلطتوش في مذاكرتك في البيت بخط يدك اكيد بنسبه 100% هتغلطه في الامتحان. والكلام ده بينطبق على طلبه الثانوي وطلبه الكليات حتى، وانا دايما بقول لهم كده، اوعى تخلي اول غلط لك في الامتحان. خلي اول غلط لك يا اما قدام الاستاذ او قدام المستر او قدام المعيد اللي بيشرح الدكتور بتاعك، يا اما مع نفسك في البيت. طيب يبقى انت هتذاكر المسائل ازاي؟
تقرا المساله تكون مداري الاجابه، تحل بخط اليد، خلصت حل. الحل طبعا الاجابه الصحيحه موجوده، هتقوم جاي جايب الاجابه الصحيحه والاجابه بتاعتك وقلم احمر وتعلم. انا اتعلم المساله من 5 درجات مثلا، الخطوه الاولى درجه، الثانيه درجه، الثالثه درجه، وتشوف نفسك غلطت في انهي خطوه. يبقى انت عرفت نقطه الضعف عندك فين، عرفت ان انت مثلا مش فاهم قانون اوم لدوران المرات، عرفت ان انت بتغلط في كرشوف، عرفت ان انت قانون اوم عندك في سنه صغيره كده ما وصلتش، يبقى انت عرفت نقطه ضعفك فين. لقيت نفسك جبت مثلا 40 من او مثلا 40 من 100، يعني 40% من الدرجه، يعني جبت 2 من 5 وليكن. كويس، تبتدي تجيب مساله ثانيه تحل، هتلاقي نفسك بتجيب 3 من 5، بعد كده 4 من 5، بعد كده هتلاقي نفسك بتقفل المسائل بصوره بسيطه جدا وبصوره سهله جدا، وبالعكس بعد كده هتلاقي المساله ما تاخدش وقت معاك. ليه؟ كتر الحل هتلاقي ايديك ماشيه كده، هتشوف المساله تعرف القانون اللي انت عايزه تقوم جاي كاتبه وتحل المساله على طول وتطلع منها. فدي طريقه حل المسائل. اي واحد بيقرا مسائل ما يجيش يشتكي لي يقول لي ده انا ما بعرفش احل المسائل بتاعت المقاومات النوويه. طبعا مش هتعرف، لان اول سؤال هساله له هقول له حليت بايدك؟ هيقول لي لا. هقول له طبعا، عايز تعرف ازاي؟ فالحل البسيط ان انت تحل المسائل بايديك من دلوقتي. كل واحد يشوف مثلا الجزء اللي انت كاتبه فين، المسائل بتاعت المقاومات النوويه، ده جزء اسهل منه ما فيش. انا حليت عليه مقرب من مثلا من 12 مساله او 13 مساله في حوالي 6 7 فيديوهات. راجع الفيديوهات دي بعد ما تسمعها، هات اي مساله في الدنيا وامشي فيها، مش هتخرج خارج اطار اللي انا شرحته في الفيديوهات، وفي نفس الوقت تكون بتحل بايديك. طيب ازاي اعمل تقييم لنفسي؟ طبعا من ضمن اساليب التقييم الجزء اللي انا شرحته هنا، اللي هو ايه؟ ان حضرتك تعلم بنفسك المساله وتدي لنفسك الدرجات. طيب اقيم نفسي ازاي تاني؟ والله في نماذج تجريبيه، امتحانات موجوده في بعض الكتب بتبقى محلوله. هتجيب الامتحان وتبتدي مثلا امتحان على الفصل الاول، تجيب الامتحان وتدي لنفسك وقت محدد. مثلا الامتحان ده مدته ساعه، وتمسك الامتحان وتحل، وبعد ما تخلص الساعه ما تحلش، كمان شي حل، ستوب. على كده ممكن تدي لنفسك سماحيه 5 دقايق فقط لا غير، لكن مش اكتر من كده. ستوب، وتمسك الامتحان وتمسك الحل وتعلم لنفسك وتشوف انت جبت كام في الامتحان. هتقدر ساعتها تقيم نفسك وتشوف انت وصلت لكام، وما تزعلش خالص ان انت في البدايه تلاقي نفسك جايب 50%. بالعكس، في ناس كانت بتجيب 2 و3 في مع بعض الاساتذه في اول امتحان وفي ثاني امتحان وثالث امتحان، وبعد كده قفلوا الفيزياء او جابوا 58 و59 من 60. فالمطلوب ان انت تقيم نفسك، انت كل مثلا خلصت الفصل الاول، كل مثلا اسبوعين لازم تحل امتحان على الفصل الاول، كل اسبوعين، مش تخلص الفصل الاول وتسيبه وتخش على الفصل الثاني وتنسى الاول خالص، لا، كل اسبوعين امتحان على الفصل الاول. ليه؟ تسترجع المعلومات اللي ذاكرتها وتثبت كمان المعلومات اللي عندك، وفي نفس الوقت ممكن كل اسبوعين لما تيجي تحل امتحان يطلع لك فكره جديده، يطلع لك مساله جديده، يطلع لك موضوع، يطلع لك طريقه حل جديده وهكذا، خلاص؟ ده بالنسبه للجزء الايه؟ الجزء الاخير. اتمنى كده ان انا اكون عرفتكم ازاي تذاكروا الماده، واتمنى ان الناس تفهم الكلام ده كويس وتبتدي تعمل بيه. لو ما عملتش بيه هلاقيك برضه زي ما الناس بتبعتني حاليا على الفيس، الاقي اغلب الناس يا باشمهندس انا مش عارف اذاكر، ما بعرفش احل مسائل. حضرتك ما بتعرفش تحل مسائل عشان ما بتعملش اللي انا بقول لك عليه. لو عملته فعلا وسبتك من الدلع، معلش انا بكلمكم شويه بطريقه تختلف عن طريقتي، بس انا بقول لكم كده، سيبك من الدلع اللي انت فيه، سيبك من ان انت تبقى فاتح الفيس وفي نفس الوقت فاتح مذاكره الفيزياء بتذاكر او مذاكره الرياضه بتذاكر، ما ينفعش. لازم ما يحصلش حاجه تاثر على تركيزك في المذاكره. انت فاتح فيزياء او فاتح ماده بتذاكر، بتقفل الفيس، عايز تقعد على الفيس شويه، تقفل المذاكره وتروح تقعد على الفيس ربع ساعه نص ساعه، او تقعد على النت ربع ساعه نص ساعه وترجع تاني لمذاكرتك، لكن ما ينفعش الاثنين مع بعض، ما ينفعش تلفزيون مع مذاكره، بالتاكيد مش هيبقى فيه تركيز، بالتاكيد. حتى في بعض الناس يقول لك لا انا ما اعرفش اذاكر غير كده، ماشي يا عم ده واحد استثناء ولا حاجه، لكن مش كل الناس تعمل زيه، ما تاخدش الاستثناء ان هو قاعده وتمشي معاه، خلاص؟ فالناس تنتبه للكلام اللي انا قلته في طريقه حل المسائل، في طريقه تلخيصك لكل فصل علشان ما تنساش. انت مش بتبقى ناسي، المعلومات موجوده بس انت ما حفزتهاش للخروج، عشان احفزها بعمل التلخيص ده اقدر اخرج المعلومه بسهوله. اتمنى كده ان يكون الفيديو ده اعرفكم ازاي تذاكروا الماده، وان شاء الله بعد ما تطبقوا اللي فيها هتلاقوا الماده سهله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.